العالم اليوم في نمو سريع ومستمر، تزداد معه احتياجات الإنسان من الطاقة، وأصبح العالم يواجه تحدياً غير مسبوق يتمثل في تأمين الطلب المتزايد من الطاقة مع الحفاظ على البيئة من أجل مستقبل أفضل. إمبي كشركة هندسية رائدة في تصميم وتنفيذ المشروعات، تضع هذا التحدي نصب أعينها لتتمكن من المساهمة في رحلة قطاع البترول المصري لتحول الطاقة والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، من خلال خبراتها المتراكمة في العديد من مشروعات إنتاج ومعالجة وإسالة الغاز الطبيعي، منذ أولى مشروعات الغاز بخليج السويس لصالح شركة جابكو في عام 1983. وتظل شركة إمبي هي الرائدة في توطين التقنيات الحديثة، ولا سيما تقنيات كفاءة استخدام الطاقة بمشروعاتها المختلفة، حيث طبقت ولأول مرة تقنية استرجاع الحرارة المهدرة في عام 2002 في مشروع مشتقات الغاز الطبيعي لشركة يو جي دي سي ببورسعيد، وصولاً إلى أحدث المشروعات التي تقوم شركة إمبي بتنفيذها حالياً، هو مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور. فبعد قيام إمبي بدراسة مستفيضة لجميع التوربينات الغازية بقطاع البترول المصري بغرض تحسين الكفاءة، أسفرت تلك الدراسة عن تطبيق واحدة من أحدث تطبيقات استرجاع الحرارة المهدرة بمحطة دهشور، وذلك باستخدام تقنية دورة رانكن العضوية ORC. ويعد ذلك التطبيق الأول والأكبر من نوعه عالمياً في استخدام تقنية ORC لتشغيل الضواغط بالكهرباء، وهو الإنجاز الذي تم الإشادة به في مجلة ENR العالمية. ولا تزال إمبي شريكاً أساسياً في تنفيذ خطة قطاع البترول المصري في ضمان إمدادات الطاقة، حيث قامت شركة إمبي بإنجاز عدة مشروعات كبرى في عام 2021. مشروع مجمع إنتاج البنزين، وهو المشروع الذي فازت به شركة إمبي ضمن مناقصة عالمية، ويعد المشروع امتداداً لتواجد إمبي بمجمع أسيوط، والذي بدأ منذ عام 1985. مشروع وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة، مشروع معالجة وإعادة حقن المياه بحقل سترة. كما أتمت شركة إمبي تنفيذ عدة مشروعات عالمية، مشروع تطوير مرفأ ينبع الجنوبي المرحلة الثانية، مشروع تحديث محطة تحلية المياه بمحطة السفانية، مشروع تطوير خطوط أنابيب غاز الخف بمحطة العثمانية، مشروع خط غاز شمال الأردن بطول 56 كيلومتر. كما تنفذ حالياً شركة إمبي العديد من المشروعات الكبرى داخل وخارج مصر. مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، مشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني، مشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم، مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور، مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية، مشروع مجمع البتروكيماويات في محور قناة السويس، وحدتي التقطير الجوي واسترجاع الغازات، مشروع التدفيع ثنائي الاتجاه للغاز بمحطة ضواغط العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشروع إضافة ضواغط غاز لرفع الطاقة الإنتاجية بمحطة سطح بالإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 2005 لا تزال إمبي شريكاً استراتيجياً لشركة أرامكو، والتي كللت بتوقيع اتفاقية طويلة الأجل لتفتح آفاقاً جديدة من التعاون في مشروعات الطاقة بالمملكة العربية السعودية،
حيث تنفذ شركة إنبي حالياً العديد من المشروعات بالمملكة. جيل إلى جيل، كوادر بشرية متميزة، منظومة متكاملة، إنجاز تلو الآخر. إنبي، إرث من الخبرة الهندسية والريادة في مجال مشروعات الطاقة.